نمشو نستقبلوا معنا مكالمة أخرى. هذه المرة معنا السعدية على الخط من مدينة مكناس. مرحبا بك السعدية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كبيرة أستاذة عساس لاباس؟ الحمد لله للسعدية. مرحبا الدكتورة حليمي لاباس. أهلا وسهلا. ربي يخليك ليبارك فيك. مبروك. الله يخليك خير. أمين. الله يطول عمركم يا رب. أمين. شكرا. فينا زعما واحد الخير الله اللي يجازيكم ان شاء الله. العفو. ربي يخليك. انتم درتوا فينا الخير. هذا العلم هذا خرجناه ان الناس يستفادوا. الحمد لله. باش غنقول لك راه ربي اللي ساهل. انا شنو راه كانوا عندي شحال من امراض. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هذا فضل ربي. الحمد لله. شكرا. شكرا عاد باش نعطيك واحد. شكرا. مرحبا مرحبا. الله يجازيك بخير. انا كنت كان عندي القبط الله يجزيكم. نعم. وكانت عندي الحساسيه 27 سنة. ما شاء الله. وانا كان داوي قطعت الجلود. قطعوا لي الجلود من اخري. نعم. والو ما قضى لي ذاك الشيء. بقيت نتبع مع الاطباء وتبعت 50 عند واحد الدكتور. قال لي واحد الليبره ديال الفاكسان باش تعطيني المناعه. واحد شويه النهار اللي سمعتك انت قلت واحد المصطلح تعقل عليه 30 هادي. قلت لهم لو كان النساء دايرين تستعملوا الخميره بلديه ما يحتاجوش منع الحامل. ما يحتاجوش منع الحامل. كاينه دكتور. نعم. ايوا تما شاء الله بديت انا سبحان الله العظيم الخميره بلديه. برافو ليك. كنش عليها. برافو ليك. كاين اللي ما بغاهاش في الدار الاولاد. كاين اللي اكيد اكيد كان. ولكن سبحان الله العظيم صافي قلبي بغاها. كنت كنعجن في الاول قبل ما نديرها كنعجن مره ونمشي ثلاث ايام اربع ايام عاد كنعجن كاشر الخبز. دابا والله الا وليت كل نهار ونهاريا نهار لا نوض في الليل قاد الخميره نزيد فيها باش نعجن ذاك الخبز. برافو ليك. برافو ليك. الحمد لله ما بقات لا معده. شتي هذا الحب هذا اللي هذا الحب اسمح لي هذا الحب هذا اللي كتحبي هذه الخميره البلديه ما يمكن الا يرجع بالنفع عليك وعلى وليداتك. الحمد لله دكتور. الحمد لله ولله الحمد. ما بقات الحساسيه وليت الحمد لله. كنت كنمشي لكازا كنبغي نموت. كنمشي للرباط. دابا راه ولدي في كازا راه جالسه عنده ولله الحمد. راه حضر المحاضره اللي درتي في اسواق. شوف لا ما تعطيني في المعرض. كان في المعرض. والله لا تعطيني شي اسم او لا شي ماركه. تبارك الله العياد كلشي بغا يهضر لولدي. لا جزاك انا وراه جيت لنا. نعم. وتذكروا الله يجازيه بخير. الحمد لله ولله الحمد. كانت بنتي عندها هذا المشكل تاع الدوره الشهريه في رمضان. نعم. كانت جهه كتاكل تجاجل نوبات في رمضان وكتاكل النص الكبير في رمضان. يلاه كتمشي 10 يوم ولا 12 يوم. نهار اللي قلتها لها بنتي شنو سمعت الدكتوره حليمه شنو شنو بديت كنعجن كنعطيها الخبز ولا حتى هي واخا موظفه تبارك الله بالعكس كتعجن. نعم. خبز بلديه خميره بلديه. فاش جا رمضان الاخر سبحان الله العظيم مره وحده كلاتي قالت لي شوف سبحان الله العظيم والحمد لله. نعم. قطعنا السكر انا وياها قطعنا داك المواد داك الشيء ديال المصبرات. الحمد لله ولله الحمد. كنشكرك الشكر جزيلا الله يجزيكم بخير. شكرا. ويطول عمرك يا دكتور. امين. الله يكرمك. دابا حتى العيالات مجموعين اللي تتقول غير خميره بلديه بعدا غيديروها راه فيها الفوائد نافعه. الحمد لله. الله يجزيك بخير. الحمد لله. وغنسولك واحد السؤال الله يجزيك بخير. مرحبا تفضل. عندي واحد الولد. نعم. ودابا عندي 27 سنه هو اللي عندي مشكل معاه. نعم. ما تاكلش الخضر يلاه خيزو البطاطا في المرقه. نعم. وفي الكسكسو القرعه الحمراء وخيزو. وما تاكلش. شحال السن ديالو؟ 27 سنة. 27 سنة. دابا باش كندير انا كندير لي دابا الصوبة عزيزة عليه. اها جيد. كندير فيها اللفت ندير البطاطا قصبية البطاطا الحلوة القرعة الحمراء كنخلط داك الشيء ندير عزيزة عليه كيشرب. وكياخذها. كياخذها عزيزة عليه. جيد صافي راك حققتي الهدف عطيتيه الخضر. كنديرها له هكا. جيد. القطاني ما تاكلش يلاه العدس كندير الحريرة تنكثر فيها الفول. واه. كتجيني خاطري يلاه تندير واحد شوية الطحين ديال وكندورها بالخميرة بلدية نيت الحريرة. وكيشرب الحريرة كياخذ ديك الحريرة. يشربها. نعم واخا نجاوبك ان شاء الله. نعم وعاوتاني كندير اللوبيا حيت ما كيبغيش مره كندير واحد شويه في ديك الصوبه. واش هادشي اذا دابا الطفل ديالك ماشي ما كياخذش الطفل ديالك. هو رجل راه شاب تبارك الله استاذ حليم. نعم يعني ولات عنده شخصيه اوكي يعني اون فان كونت الا جينا نشوفوا من خلال داك الشيء اللي قلتي راه كياكل اللوبيا وكياكل الخضر وكياكل العدس وكياكل كل شيء. يعني بالذكاء ديالك انتيا خليتيه انه ياخذهم يعني الا جينا نستنتجوا ان الطفل كياخذهم ماشي ما كياخذهم. نعم. الله يجازيك بخير. العفو يا كنطلبك دابا الشهر الفايت سبحان الله العظيم ما ساعدنيش لحد شحال صونيت كان الوالد كان الله يرحمه مسكين مات يلاه 15 يوم هادي باش توفى. نعم نعم الله يرزق لهم الصبر ان شاء الله والله يرحمهم. يا رب. بنتي لالا خطك كنت غنقول ليها شنو الماكله اللي غنعطيهم كيفاش ياكل وسبحان الله العظيم ما ساعدنيش لحد حتى النهار
توفاني. الله يرحمه ويسعد عليه. الله يرحمه ويسعد عليه. طول عمركم الله يجزيك. امين يا رب. شكرا. عندي واحد الوقت الله يجزيك بخير دكتوره، ما خليت ما دارت، درت سكانير، درت الراديوات، كانت جايه واحد الحريق بحال تاع حق الشهر، وهو ماشي قبل ما تجي حق الشهر دابا شي سيمانه هو عنده داك الحريق. داك الحريق الا كان حريق هكا خاصه ضروري تشوف المختص باش تعرف الاصل ديال هذا الحريق هذا منين جاي. وما فيها باس، ما فيها باس انت تاطريها غذائيا بهذا الشيء، بهذا النمط اللي انت غاده به، حاولي تمشي معها مرحله بمرحله. دابا انت تجاوزتي انك ديري داك الشيء لراسك، اطرتي ولدك، حاولي تاطري الاخت ديالك. اما هذا الالم ضروري تشوف مختص هو اللي يقول لها بالضبط علاش هذا الالم هذا. نعم. واخا نعم.